أكبر أزمة اقتصادية في بريطانيا منذ السبعينيات، ونسبة تضخم لا سابق لها، وأسعار الطاقة لا مثيل لها، والمزيد من الضرائب، وتحقيق جنائي مع حكومة تعاني داخلياً من خرقها لقوانين حجر كورونا التي هي بذاتها جائحة عالمية أوقفت عجلة الحياة، وحرب روسية على أوكرانيا ترعب العالم، وقبل ذلك بريكزيت الذي زعزع الأسس السياسية والتجارية والاقتصادية البريطانية الأوروبية. كل هذا وبوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية، فكيف نجا من هكذا أزمات سياسية؟ هناك طبعا مسألة الحظ، هناك ساسة محظوظون تخدمهم الظروف، وبوريس جونسون جاء بسبب تضافر عدة ظروف خدمته، أبرزها كان الانقسام العنيف داخل حزب المحافظين وغلبة التيار المتشدد الذي يمثله على التيار المعتدل. كم تبلغ شعبية بوريس جونسون؟ سؤال تجيب عنه آخر إحصائيات يوغوف. فبعد تقرير سو غراي حول حفلات 10 داونينغ ستريت أثناء كورونا، 59% وستة من عشرة من البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الحكومة الاستقالة. علينا أن نتذكر أن اثنين من أكبر قادة بريطانيا في العقدين العقود الأخيرة أسقطهم حزبهم ولم تسقطهم الانتخابات على أيدي المعارضة. مارغريت ثاتشر أسقطها حزب المحافظين، وتوني بلير أسقطه حزب العمال، مع أنهم أنهما قادا حزبيهما إلى عدة انتصارات. الحرب في أوكرانيا أسدت جونسون خدمة كبيرة، إذ حولت الأنظار عن أخطائه وكممت أفواه المعارضين من حزب العمال والمحافظين على حد سواء. ولكن هذا لم يدم طويلا، ورغم الحزمة الاجتماعية السخية التي قدمها وزير المالية ريتشي سوناك لتخفيف الأعباء المعيشية على الناس، المعارضون بالمرصاد، وأسعار النفط والغاز مطلع الخريف ستكون تحديا آخر على بوريس جونسون مواجهته. من لندن ريما، مكتبي العربية.